أهلا بكم إلى حلقة جديدة من بتوقيت مصر. بدوا إجراءات الحراسة رسميا على نقابة الصيادلة. مجلس الوزراء ينشر إحصاء بالكنائس التي تم تقنين أوضاعها خلال العامين الماضيين. وفي النصف الثاني من حلقة اليوم نناقش خيارات المستقبل السياسي بعد الاستفتاء، وذلك أمام السلطة والمعارضة في مصر. كونوا معنا. أهلا بكم. أنهى المستشار محمد فكري الحارس القضائي المكلف بإدارة شؤون نقابة الصيادلة أنهى تسلم الملفات الخاصة بالنقابة، وذلك رغم رفض وكيل النقابة والقائم بأعمال النقيب التوقيع، حيث اكتفى الحارس القضائي بالتسلم من الشؤون القانونية في النقابة. وقال فكري إن لجنة الإدارة ستشمل شخصيات منها مساعد وزير الصحة سابقا ونائب رئيس جامعة عين شمس، بالإضافة إلى أمين عام حزب مستقبل وطن في المنيا أو أمين مستقبل حزب وطن في المنيا. وكانت محكمة الأمور المستعجلة قد قضت بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، ورفض مجلس النقابة الحكم. وأجريت انتخابات التجديد النصفي وشارك فيها ما يقارب من 30,000 صيدلي وقعوا على استمارة رفض الحراسة. ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد فتوح، عضو مجلس نقابة الأطباء سابقا. مساء الخير دكتور محمد وأهلا بك. حضرتك يعني إذا جاز التعبير نقابي عتيق، ولديك خبرة في إدارة وعمل النقابات. هل هذا يعني اليوم بأنه نقابة الصيادلة دخلت تحت الحراسة القضائية إلى أجل غير مسمى؟ وكيف سيؤثر هذا على سير عمل النقابة؟ مساء الخير مليان، شكرا للاستضافه. يعني اعتقد ان النظام بيدق اخر المسامير في نعش اي عمليه ديمقراطيه في مصر. النقابات من اخر المناطق اللي كان بيمارس فيها جزء من الديمقراطيه. صحيح مثلا الديمقراطيه محدوده وديمقراطيه في بعض النقابات السوريه، لكن كانت على الاقل كانت بتمثل جزء من مصالح المنتمين ليها وبتخدمهم في حاجات كتيره. طبعا اللي حصل فرض الحراسه طبعا هيدخل نقابه الصيادله في نفق مظلم. الله اعلم امتى هتكون نهايته، لان احنا شفنا قبل كده ان نقابه المهندسين تم فرض عليها الحراسه لسنوات وكانت تعاني. برضو المره دي برضو نقابه الصيادله كل الاعمال اللي فيها من ناحيه الانتخابات، من ناحيه اداره الموارد، كل من ناحيه خدمه الاعضاء، كل الحاجات دي هتتعطل، لان مهما كان خبره اللي هيكونوا في مجلس الحراسه دول فلن يكونوا حريصين على مصلحه الصيادله مثل الصيادله انفسهم يعني وممثليهم من الانتخابات. برضو انا بستغرب. ذكرت حضرتك يا دكتور محمد بأنه ربما تكون السلطة اليوم تدق المسمار الأخير في نعش العمل النقابي. هل نتوقع فرض الحراسة على المزيد من النقابات؟ وإلى أي مدى نقابة الأطباء هي بمنأى عن هذا الخطر؟ والله طبعا نتوقع. إذا كانت بدأت نقابة الصيادلة فطبعا نقابة الأطباء بتمثل صداع كبير في رأس النظام. الممثلين بتوعها، احنا عارفين ان نقابه الاطباء فيها جزء كبير من مجلس النقابه من الاطباء اللي هم مش هنقول معارضين بس غير موافقين على سياسات الحكومه الحاليه، وخصوصا
في وخصوصا فيما يخص الاطباء والصحه عموما. فطبعا اعتقد يعني ان في قلق كبير هيحوم حوالين فرض الحراسه حوالين نقابه الاطباء. احنا عارفين ان في قضيه مرفوعه، واعتقد ان الحكم فيها هيبقى 15 مايو، نعم. يعني في خلال كام يوم. فنتوقع ان هو طبعا احنا عندنا الاحكام القضائيه زي ما احنا عارفين كلنا، فنتوقع طبعا ممكن يتم فرض الحراسه على نقابه الاطباء حتى لو كانش في سبب عقلاني او منطقي لفرض الحراسه عليها، ولكن لتقييد العمل النقابي بصفته نعم. من معاقل من اخر معاقل الديمقراطيه في مصر. طيب، في نقاش سابق لموضوع فرض الحراسة دكتور محمد، قيل لنا بأنه إذا اجتمعت الجمعية العامة ورفضت هذه الوصاية القضائية على نقابتها، فإنها بالتالي بإمكانها أن تلغي ربما أو ترفع طلب بإلغاء هذه النقابة بحسب تصويت الجمعية العمومية. الجمعية العمومية اجتمعت وما يقارب من 30,000 صيدلي وقعوا على عريضة ترفض هذه الوصاية. ألن تؤخذ هذه العريضة بعين الاعتبار أو نتائج الانتخابات التي أو النصفية التي أجرتها النقابة؟ يعني أنا شخصيا أشك كثيرا في ذلك، لأن طبعا الحكومة أو النظام بيضرب بعرض الحائط بقوانين وبقوانين واضحة ودستور ينص على عدم فرض الحراسة، غير طبعا قوانين كتيرة جدا زي ما احنا شفنا حتى في الانتخابات السابقة وتعديل الدستور، اصلا التعديل غير دستوري رغم كده. فما اعتقدش يعني هم لو كانوا مش عايزين يفرضوا الحراسة من الاول ما كانش الحكم طلع بالشكل ده، او كان وافقوا على المطلق بتاع الصيادله. لكن حس حكايه ان هم يطلبوا ان هم الحراسه تترفع عنهم، ما اعتقدش ان هيتم اي استجابه. الموضوع محتاج انك ترفع قضيه عشان ترفع الحراسه، والقضيه دي احنا عارفين ان النظام القواضي اللي هو عايزها تتحكم فيها بتتحكم فيها بسرعه، واللي هو مش عايزها بيتم المماطله والتاخير الى اقصى قدر ممكن. فما اعتقدش ان النظام يعني هيستجيب لاي مطالبه برفع الحراسه، يعني حتى لو صدرت من الجمعيه العموميه كلها بتاعت الصيادله. أشكرك جزيل الشكر دكتور محمد فتوح، عضو مجلس نقابة الأطباء سابقا وفي نفس الملف. أيضا أستقبل معي عبر الهاتف الدكتور مجدي عبد الحميد المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية. مساء الخير دكتور مجدي وأهلا بك. يعني هذا الإجراء اليوم يعيد إلى الأذهان أيام عهد محمد حسني مبارك، حينما فرضت أيضا الوصاية القضائية على نقابة المهندسين لسنوات وكبلت عملها وساهمت في تأخير ربما تطور هذه النقابة. برأيك اليوم هل هناك خطة ممنهجة لضرب النقابات المهنية في مصر ربما والقضاء على آخر التحركات التي يمكن أن تقوم بها؟ مساء الخير عليك. أهلا بك. أهلا بك. أنا الحقيقة يعني الفكرة أنه هل في شيء ما جديد، هو ده السؤال. يعني هل السلوك ده اللي هو المصادرات والتحفظ والحاجات دي كلها، هل ده في شيء ما جديد؟ انا بقول لا، ما فيش جديد. احنا عندنا سلوك عام في النظام السياسي الحاكم في مصر من زمان، ان هو بيعتبر مؤسسات المجتمع المدني والنقابات دي اشياء ملحقه بالدوله، هي جزء من الدوله، مش من الدولة بالمعنى العام، بالمعنى السياسي هي جزء من النظام الحاكم، وبالتالي هم لا يعترفوا من الأساس بفكرة استقلالية العمل النقابي أو استقلالية مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام وحقها في الحرية في العمل بحرية وحرية حركة وكده. هم لا يتعاملوا إلا مع هذه المؤسسات باعتبارها حاجة تبعهم ملحقة، وبالتالي اي خروج عن النص في هذه المؤسسات، بمعنى انه اي فقدان للسيطره على هذه المؤسسات بيعتبروه كما لو انه جريمه حصلت. كل ما في الامر
انه الانتخابات اللي فاتت في نقابه الصيادله اتضح معالمها انها بتسفر عن تيارات مش مرتبطه بالدوله، مش عايز اقول معارضه، لا مش مرتبطه بالدوله الارتباط اللي هم متعودين عليه، ما هياش المؤسسه اللي هتدار بمعرفه الامن زي ما هم متعودين. وبالتالي القوانين اللي متفصله عندنا متفصله بحيث ان مليانه ثغرات تتيح للدوله انها بمنتهى البساطه تعلن المصادره او تعلن التحفظ او تعلن حل الجمعيه الفلانيه او تعلن مش عارف وقف نشاط المؤسسه الفلانيه وهكذا. فهذا سلوك جزء من نمط الدوله الاستبداديه اللي شايف ان كل مكونات الدوله ملحق بالحكومه. نعم. يعني مش بس ملحق. طيب ذكرت حضرتك يا دكتور مجدي بانه اذا ما سالنا هل في السلوك الذي تتبعه اليوم السلطه اي جديد، هو نفس الاسلوب المتبع من عهد الى اخر. السؤال هنا الى اي مدى في المقابل طورت ايضا النقابات من اليات عملها للتعامل مع هذه الحاله المستمره منذ ما يزيد على 20 30 سنه لحد الان دكتور؟ أو يزيد بالفعل أو يزيد. لا هو بصي، العمل النقابي في مصر هو يعني النضال من أجل وجود مؤسسات مجتمع مدني مستقلة. العمل النقابي جزء من هذا النضال، بيحقق أحيانا بعض النجاحات اللي أنا بعتبرها بريكسرو، والبريكسرو ده تقدر تعتبريه مثلا حصل في نقابة الأطباء. يعني هم لغاية النهاردة مش قادرين يسيطروا على نقابة الأطباء من بعد الثورة، من بعد ما وصل إليها شخصيات لها درجة من الاستقلالية. وعلى فكرة الاستقلالية هنا مش معناها أنهم معارضين للنظام الحاكم، استقلالية بمعنى أنهم بيحافظوا على استقلالية مؤسساتهم النقابية باعتبارها عمل طوعي حر يخص أصحاب المهنة. فالفكرة دي هتظل من وجهة نظري هتظل في حالة كر وفر كر وفر، باعتبارها جزء من عملية النضال الديمقراطي العام في البلد، ولن تحل الصورة التي نأملها ونتصورها جميعا اللي انت ممكن تبقي متخيلها إلا في سياق عام بيحل أزمة الديمقراطية في المجتمعات الاستبدادية اللي زي حالتنا سواء في مصر أو في غيرها. اللي هي فكرة دي، اللي هي فكرة إنه يبقى في إقرار باستقلال مؤسسات الدولة، استقرار بالفصل بين السلطات، إقرار واعتراف بحق المجتمع المدني في أن يكون جزء من الدولة، لكنه هذا الجزء المستقل الحر. إن الأحزاب تبقى كذلك على فكرة، يعني دي برضو نفس المأساة، خاصة بالأحزاب، خاصة بمؤسسات المجتمع المدني المختلفة، خاصة بالنقابات. وبالتالي إمتى ده هيتحل؟ هيتحل في إطار عملية النضال الديمقراطي العام في المجتمع ككل، من أجل أن يبقى في دولة فيها انتخابات حرة مستقلة، فيها إمكانيات تبادل سلطة، فيها اعتراف بأنه الحزب الحاكم ممكن أحيانا رجالته هم اللي يكسبوا أو يفوزوا في انتخابات، وأحيانا يخسروا هذه الانتخابات ويقروا ويعترفوا، وزي ما بتشوف في الدول في الديمقراطيات. وهذا مشوار طويل يا دكتور مجدي، وهذا مشوار طويل جدا، مشوار طويل جدا، لكننا بدأنا. ربنا يديك ويدينا العمر كي نرى النتائج. أشكرك جزيل الشكر الدكتور مجدي عبد الحميد المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية على مشاركتك معنا. تزامنا مع الاحتفالات بعيد القيامة المجيد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانات لحصر إجمالي توفيق أوضاع الكنائس والمباني الكنسية في مصر، حيث أوضح أن أعمال اللجنة التي تم تشكيلها في يناير 2017 بموجب قانون بناء الكنائس الجديد أنهت توفيق أوضاع نحو 900 كنيسة ومبنى من إجمالي أكثر من 3700 طلب، وهو الملف الذي طالما أثار جدلا سياسيا واجتماعيا وحقوقيا. وكانت الدفعة الأخيرة التي شملها التقنين في السابق من إبريل الماضي تشمل 111 كنيسة ومبنى كنسيا.
وينضم إلينا عبر خدمة سكايب الأستاذ بيشوي القمص الكاتب الصحفي. أهلا بك سيد بيشوي. يعني من بين 3700 طلب، سمعني أستاذ بيشوي، سامع حضرتك. تم تسوية أوضاع 900 كنيسة على مستوى الجمهورية اليوم، هل برأيك هذا كاف حتى الآن لنقول أو كي نستطيع القول بأنه ربما سيكون هذا الإجراء كافيا حتى الآن فيما يتعلق بالمطالب لتسوية أوضاع الكنائس؟ طيب، هو السؤال ده في حد ذاته بيتعارض مع مبادئ الحريات العامة اللي بتأكد إنه من حق الفرد إنه يمارس شعائره الدينية في دور العبادة الخاصة بيه، فبالتالي ما ينفعش إنه نتساءل عن حد أقصى أو سقف لعدد الكنائس في مصر، لأنه الموضوع مش متعلق بعدد الكنائس على قد ما هو متعلق بعدد المسيحيين في مصر كام، وهل الكنائس الموجودة في مصر بتسد حاجة المسيحيين ولا لأ. طبعا زي ما احنا عارفين انه عدد المسيحيين في مصر الدوله تعتبره كسر حربي. دوله زي مصر عارفه المواطن حرفيا اتعشى ايه امبارح، بتقول ان هي ما عندهاش علم بعدد المسيحيين في مصر، بالرغم انه كل الكنائس في مصر عندها سجلات بعدد المسيحيين التابعين لها، وقائده الكنيسه مؤكدا عندها علم بتعداد المسيحيين الاجمالي من سجلات المعموديه، لانه اي طفل مسيحي بيتعمد وبيتسجل نعم. في الكنيسه، فنقدر نعرف عدد المسيحيين في مصر كام، وبحسبة بسيطة نقدر نعرف إذا كانت الكنائس الموجودة هل بتكفي حاجة المسيحيين ولا لا. طيب، هناك وجهة نظر أخرى تقول إن المسألة تتعلق أيضا بالنسبية ونسبة عدد المسيحيين كما تفضلت حضرتك في مصر نسبة إلى بناء الكنائس وعدد الكنائس على مستوى الجمهورية وكافة المحافظات، ويقول البعض بأنه هذه النسبة اليوم كافية من الكنائس لخدمة أقباط مصر على انتشارهم في المحافظات، ويستبعد أو يستغرب أصحاب وجهة النظر هذه بأنه مش كل قرية في مصر يوجد فيها مجموعة صغيرة من المسيحيين سيبنى لهم كنيسة. ما رأيك بهذا الطرح؟ هو زي ما قلت لحضرتك مبادئ الحريات العامة بتقول انه لو انه من حق كل مواطن انه يمارس شعائره، فانا صحيح. رأيي انه لو في مواطن واحد بس في الكنيسة في القرية او المدينة دي مواطن واحد مسيحي، فهو من حقه انه يمارس شعائر ديانته في كنيسة، ولان الكنائس اصلا هي مش على موازنه الدوله، الكنائس بتتبني على حساب المسيحيين او على حساب الكنيسه، فاي ايه اللي يضير اي حد انه يبقى في كنيسه موجوده في قريه حتى لو فيها نعم. مواطن مسيحي فقط. انا لو ولكن الا مواطن يربط مسيحي القانون الحالي يا سيد بشوي، الا يربط القانون الحالي اليوم المرعي في مصر موضوع بناء الكنائس يربطه بعدد المسيحيين في القرى والمدن والانجاع، وهذا ما وافقت عليه الكنيسه في مصر يعني كمبدا قانوني متبع. خليني ارد لحضرتك في نقطه مهمه، او يعني حقيقي السؤال ده بياخدنا نقطتين مهمتين. فضل. السؤال النقطه الاولى، هل الدوله في مصر عندها مصداقيه في تنفيذ القوانين اللي هي بتسنها؟ انا ما اعتقدش. يعني احنا شفنا من حوالي 10 ايام ان الدوله عملت استفتاء على تعديل الدستور اللي هو ابو كل القوانين، واستفتت على ماده تعديل عدد سنوات الرئاسه، بالرغم ان الماده دي كان محظور تعديلها في الدستور لا. السابق. فاذا كانت الدوله تعدت على الدستور اللي هو ابو كل القوانين، فهل الدوله عندها مصداقيه حقيقيه لتنفيذ القانون؟ لا، انا ما اعتقدش. نعم. طيب، ماذا أيضا عن الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها الكنائس المصرية لاسيما في قرى الصعيد وفي القرى البعيدة؟ برأيك ما هو المطلوب لوقف هذه الاعتداءات التي تتم في أغلب الأحيان أيضا تحت إشراف من قوات الأمن التي تجبر رعية الكنيسة على إقفالها ومغادرتها وأحيانا إلى هدم المبنى الذي يستخدم ككنيسة؟ ما هو المطلوب لوقف هذه الإجراءات؟ ده بيرجعنا لنفس النقطة اللي أنا اتكلمت فيها مع حضرتك من في السؤال السابق، هل الدولة عندها نية حقيقية لتنفيذ القوانين اللي بتسنها؟ لا، احنا بنشوف مع كل اعتداء طائفي بنشوف مئات او يمكن الاف من المتشددين واقفين قدام الكنائس لمنع بناها او التعدي عليها،
والامن يعني باللغه العاميه المصريه كده بيحايلهم او بيدلعهم، في حين انه لو مواطن مصري عادي نزل اتظاهر ضد الدوله زي احمد بدوي اللي نزل رفع يافطه بتقول نعم لا للتعديل الدستور يعني اتحبس او يعني اتسحب في وقتها. نعم فالدوله بت 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 ليها معيارين في التعامل مع المواطنين، لو تظاهر سياسي التعامل بيكون حد جدا وقاسي جدا، لكن لو اعتداء على كنيسة لا، الدولة مش بتعاملهم بيد رخوة. طيب، في المقابل أيضا يبدو أنه هذا النوع ربما من القوانين تقدمها السلطات المصرية اليوم، دعنا نسميها كعربون إذا جاز التعبير، لأنه إذا ما نظرنا أنه 111 كنيسة ومبنى كنسي تم ترخيصها وتقنين أوضاعها قبل الاستفتاء مباشرة، وأيضا قبل الانتخابات الرئاسية عمدت السلطة إلى إجراء مشابه فيما يتعلق بتقنين أوضاع الكنائس. ففي كل استحقاق سياسي يتعلق بالسلطة يتم تقديم هذا النوع من التقديمات لإقباط مصر. إلى أي مدى أيضا ترتبط هذه الإجراءات بالملفات السياسية التي تحتاج فيها السلطة إلى زخم ووجود الإقباط فيها؟ طبعا النظام في مصر بالتعاون مع الكنيسه بيستغل الاقباط اسوا استغلال في الحشد، سواء في الانتخابات الرئاسيه او تعديل الدستور او حتى في زياره الرئيس في زيارته المتكرره للامم المتحده. والاقباط لان هم ما عندهمش يقين ان هم مواطنين حقيقيين، فبيحسبوا القوانين دي او تقنين الكنائس بيحسبوه كمنه. يعني طلع علينا انبا يوانس اسقف اسيوط وكان بيقول انه احنا لازم نطلع نرد الجميل للدولة ونطلع نقول نعم لتعديل الدستور ونعم لتمديد فترات أو فتح فترات الرئاسة، في حين أن تقنين الكنائس ده حقي أنا كمواطن مسيحي، ده مش منة، أنا ما حدش بيجابي عليا بحاجة، ده حقي أنا كمواطن مصري مسيحي إن ألاقي كنيسة في القرية اللي أنا عايش فيها وأصلي فيها بدون أي اعتداء وبكل أمان حتى لو أنا مواطن واحد بس. برأيك إلى أي مدى الموقف الرسمي للكنيسة يضعف موقف الأقباط، الموقف السياسي ربما في مصر؟ يمكن انا كنت شرحت الموضوع ده قبل كده في اكتر من دخله سابقه. الدوله بدل ما تتعامل مع المسيحيين وهم كتله كبيره، هي بتفضل انها تتعامل مع راس الكنيسه فقط والاساقفه، ودول ليهم السيطره الكامله على المسيحيين. وطول ما المسيحيين بياخدوا قناعاتهم السياسيه، مش بتكلم عن القناعات الدينيه، بياخدوا قناعاتهم السياسيه من فم البطريرك ومن فم الاسقف ومن فم الاسيس في الكنيسه، طول ما مش هيبقى فيه اي خطوه لقدام. المفروض ان الكنيسه كمؤسسه روحيه تنأى بنفسها عن الممارسات السياسية، ويوم ما الدولة تحس إن المسيحيين مش تابعين للكنيسة في المسائل السياسية، طول ما هيبقى لهم وزن وبالتالي هيقدروا يفترضوا يعني يبقى لهم صوت مسموع، وبالتالي الدولة هتقيم ليهم حساب وتديهم المواطنة الكاملة. لكن طول ما الدولة حاسة إن المسيحيين في جيبها طول الوقت وبإشارة واحدة أو بتليفون واحد بتحركهم، النهاردة في تعديل الدستور روح تحركوا على قولوا نعم للدستور، النهاردة مش عارف إيه قولوا لأ، طول ما هو مش هتقيم ليهم وزن. طيب بس، ولكن في المقابل الأقباط في مصر كأقلية أيضا مستهدفة بأعمال إرهابية وبهجمات تتكرر من حين إلى آخر، هم بحاجة إلى هذا الغطاء الذي تؤمن الدولة المصرية في المقابل، أليس كذلك؟ في حقيقة الأمر الدولة مش ضعيفة، الدولة والنظام المصري قوي جدا وإيده حديدية وقاسية على أي يعني نشاط معارض، فليه القسوة والشدة دي اللي بنشوفها مع أي بادرة مظاهرة مش بنشوفها في التعامل مع الهجمات الإرهابية أو الاعتداءات اللي بتحصل على الكنائس؟ ليه الكلمة بمكيالين؟ طيب ماذا يعني أنا عن تقييمك؟ نعم، يعني التوصيف الذي أعطيته حضرتك بالفعل كان هو الأسلوب المتبع من عهد إلى آخر في التعاطي مع أقباط مصر من خلال رأس الكنيسة فيما يتعلق بالقضايا السياسية. هل هذه القاعدة لازالت تنطبق اليوم على الجيل الجديد من أبناء الكنيسة، على جيل ثورة ما بعد 25 يناير؟ خليني أقول لحضرتك أنه من قبل الثورة بوقت قليل ظهر جيل جديد من الشباب المسيحي على استحياء وعلى خجل بيعارض الكنيسة، هو بيخضع للكنيسة روحياً ودينياً لكنه لا يعترف بأي سلطة سياسية للكنيسة، والمفروض أنه الكنيسة هي مؤسسة روحية، فالمفروض أنه ملهاش أي تدخل سياسي. لكن للأسف من بعد انقلاب يوليو 52 والكنيسة شافت أن الطريقة المثلى للتعامل مع المسيحيين هي أنها تتعامل مع رأس الدولة وتتقرب من رأس الدولة
وراس سوري وتتقارب راس الكنيسه، وراس الكنيسه هو بدوره بيقدر يسيطر على المسيحيين. الجيل الجديد اللي جه بعد ثوره يناير هو رافض كليا وجزئيا لاي سلطه سياسيه جايه من الكنيسه، يعني هو مش بيعترف بتوجيهات الكنيسه في السياسه. لكن هل الشباب دول بيمثلوا اغلبيه المسيحيين؟ للاسف لا. الجيل القديم اللي هو بيمثل اكثريه المسيحيين هو اللي بيشكل الاكثريه، وبالتالي هو ليه الصوت العالي. لكن احنا نامل انه بعد عدد معين من السنين، 5 سنين، 10 سنين، 20 سنه، يبقى الجيل المسيحي اللي نشأ دلوقتي هو اللي بيبقى له الصوت الاعلى في الكنيسه، ويرفض تماما اي سلطه كنسيه في السياسه. اشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الاستاذ بيشوي القمص على مشاركتك معنا. مشاهدينا، أمام مفاصل بعد الفاصل، حملة اعتقالات طالت كل من عارض التعديلات الدستورية، وهذا يطرح تساؤل بعد هذه التعديلات وبعد نتائجها، كيف ستكون العلاقة اليوم بين السلطة في مصر والمعارضة، وما هي خيارات كل منهما؟ أجدد الترحيب بحضراتكم. قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 4 نشطاء تم إلقاء القبض عليهم خلال أيام الاستفتاء. هم أمير عيسى، أمين العمل الجماهيري بحزب الدستور، وعبير الصفتي، ومحمد عبد القوي، والمهندس أحمد بدوي الذي رفع منفردا لافتة لا للدستور. واعتبر معارضون هذه القضية الجديدة مؤشرا على توجهات السلطة بعد الاستفتاء، بينما ما زال الجدل محتدما بأوساط المعارضة المصرية حول خيارات المستقبل. المزيد من التفاصيل قبل أن نفتح نقاشنا بهذا التقرير. ماذا بعد الاستفتاء؟ سؤال يطرح نفسه على كل من السلطة والمعارضة في مصر بعد يوم من التعليق الأول للرئيس السيسي على نتائج الاستفتاء. التجربة بتاعت الاستفتاء اللي فاتت إيه؟ الدنيا كلها كانت بتتكلم عليه بغض النظر عن أي حاجة، يعني بغض النظر عن رضا او عدم الرضا، قبول او عدم القبول. بالمطلق ما فيش حاجه بالمطلق تبقى 100%، يعني ما فيش في الوجود اللي احنا فيه ده حاجه عليها اجماع كامل، مش ممكن. وبينما ثار جدل حول اذا ما كانت السلطه في مصر ستتخذ نهجا اكثر انتفاحا سياسيا، بعدما قالت الارقام الرسميه ان نحو 3 ملايين مصريين صوتوا بلا في الاستفتاء، أم ستشهد الفترة القادمة المزيد من التشديد الأمني؟ سرعان ما جاء مؤشر عملي، حيث تم إدراج 4 نشطاء تم القبض عليهم خلال الاستفتاء في قضية جديدة بنيابة أمن الدولة، وحبسهم 15 يوما، منهم أمير عيسى، أمين العمل الجماهيري بحزب الدستور، وكذلك أحمد بدوي الذي رفع وحيدا لافتة لا للتعديلات. هذا بالإضافة إلى استمرار حبس أعضاء بأحزاب الدستور وتيار الكرامة تم القبض عليهم خلال الأشهر الماضية. كما أن اختيارات الدولة اقتصاديا تطرح أسئلة أخرى في ظل استمرار تنفيذ حزمة خطة الإصلاح المتفق عليها مع صندوق النقد، كما أن المرجح أن يبدأ البرلمان بإقرار عدة تشريعات في دور الانعقاد المقبل منبثقة من التعديلات الجديدة، منها ما يتعلق بتعيين الرئيس لجميع رؤساء الهيئات القضائية، بالإضافة إلى قوانين تنظيمية لعودة مجلس الشورى. أما المعارضة فتواجه أسئلة المستقبل بين خيارات الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة وأولها البرلمان، وبين جدل داخلي بصفوفها حول قضايا عدة، منها التعامل بين معارضة الداخل والخارج وغيرها من الملفات التي قد لا تسمح التطورات المتسارعة بالتلكؤ في حسم الاختيارات بها. إذن في كلمته اعتبر الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن مشاركة الناس في هذا الاستفتاء كانت كافية لكف الألسن عن مصر والتوقف عن الكلام السلبي عن مصر وعن نظام الحكم. هذا من ناحية الرئيس. أما من ناحية المعارضة فيزداد الجدل يوما بعد يوم حول آليات المعارضة، وإذا كان يجب أن تكون معارضة من الخارج أو معارضة من الداخل. هذه الملفات وغيرها أناقشها مع ضيفي في الاستوديو
الاستوديو الأستاذ خالد السيد الباحث السياسي. مساء الخير وأهلا بك يا أستاذ خالد. يعني دعنا نبدأ من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم أمس في عيد العمال التي اعتبر فيها بأن مشاركة الناس في الاستفتاء جاءت للتأكيد على سلطته، لم يقلها مباشرة ولكن هذا ما يعني فهم منه بكلامه، وشكر الناس واعتبر أن مشاركة الناس كانت كافية لإيقاف الكلام السلبي عن مصر. دعنا نبدأ مع هذه النقطة، برأيك إلى أي مدى هذا الخارج أو من يتكلم بسلبية عن مصر قد اقتنع بهذا الاستفتاء وبنتائجه؟ أنا في رأيي الناس هتبطل كلام سلبي عن مصر لما يبقى فيه ديمقراطية وحريات في البلد، لما يبقى فيه عدالة، لما تتحقق مطالب 25 يناير، لما يتحاكم السيسي ومساعديه على كل الجرائم اللي ارتكبوها في البلد على مدار الست سبع سنوات اللي فاتت. يعني أنا وكمان في رأيي احنا أول مرة بنشوف رأس السلطة التنفيذية بيتكلم بعد إقرار التعديلات الدستورية، يعني حتى لم يكلف خاطر بأنه يقف يقول أنا ليه بعمل التعديلات وعايز التعديلات ليه، على عكس كتير من تصريحاته في السابق حوالين أنه ملتزم بفترتين في كرئيس للجمهورية. يعني الآن تم إلقاء القبض أيضا على مجموعة جديدة من النشطاء والفاعلين السياسيين، هل هذا برأيك يعطي مؤشر عن نوايا السلطة في المرحلة القادمة؟ مع أنه في سؤال يثار بكل بساطة أنه بعد أن استتبت لك الأمور اليوم وعدلت الدستور وأديك ستبقى في الحكم حتى سنة 34، هل هذا برأيك كافي لطمأنة السلطة ربما وكف يدها عن ملاحقة المعارضة بهذا الشكل؟ أنا بتهيألي التعديل الأخير بيخليه موجود في الحكم 30 عفوا 2030. أول مرة كان لو مش هيعدل ما تعرفش لو مش هيعدل الدستور تاني. أنا رأيي إن في مشكلة في فهم كتلة وحجم التصويت بلأ أو إبطال الأصوات اللي حصلت قرب الأربعة مليون صوت توتال. أنا رأيي إن الحركة المنظمة اللي بوزلت في معركة الاستفتاء ما كانتش بالحجم الكبير، ورأيي إن الحركة واسعة وتلقائية وفيها درجة كبيرة من درجات العفوية هي اللي نجحت في إنها تبقى بتكون بتعبر عن صوت الغاضبين والناقمين واللي عايزين يعملوا عايزين يعملوا فعل لرفض سلطة السيسي ورفض التعديلات. ورأيي أن اللي بيحصل خلال الكام يوم اللي فاتوا من حملات القبض بيبدد أي أوهام حوالين أنه السلطة ممكن يكون في أي وقت من الأوقات عندها أي بادرة لعمل انفتاح سياسي في مصر. في ظل وجود السيسي على رأس السلطة، أنا رأيي أنه التنكيل المستمر بالمعارضة اللي شكلت أهم حقبة لمعارضة مبارك في آخر 10 سنوات في حكمه، يعني والاستمرار في القبض على كل اللي لهم علاقة بالمعارضة رسمية باعتراف الدولة، أنا رأيي هيفضل موجود على طول. ده ليه علاقة بتصور خاطئ لدى السلطة، وعبر عنه السيسي في أكتر من مرة، إنه لو فتحت المجال العام فهتبني حركة معارضة كبيرة مع الوقت ممكن تزيح وتزلزل السلطة من تحت أقدامه. وأنا في رأيي أن ده تصور خاطئ، لأنه في الحقيقة الرأي الشخصي المتواضع أن المعارضة ما كانتش منظمة بالدرجة الكافية في الدعوة الآخر لرفض التعديلات الدستورية الأخيرة، وأنه النجاح الأكبر ليه علاقة بدعوة عفوية زي ما قلت المصدر الرئيسي فيها كان السوشيال ميديا مش أحزاب المعارضة.
طيب دعني أيضا أتعرف على رأي الأستاذ وليد العماري المتحدث باسم حزب الدستور معنا عبر الهاتف. مساء الخير يا أستاذ وليد. ضيفي الأستاذ خالد السيد يرى بأنه التنكيل بالمعارضة وبكيانها سيستمر وربما قد تزداد وتيرته في الفترة المقبلة. إذا كنت توافق ضيفي الرأي بأنه هذا سيكون نهج السلطة، ما هي خيارات المعارضة اليوم وأحزابها أستاذ وليد؟ مساء الخير استاذ ديان، اهلا بك واهلا بضيف حضرتك. يعني من سابق خبره في الفترات اللي فاتت من سنتين ثلاثه اللي فاتوا، هو كان واضح ان كل وقت بيحصل فيه حدث مهم في مصر كان بيسبقه او بيعقبه كمان حتى ساعات موجات من التنكيل. يعني نفتكر لسه في العام الصحفيه ابتداء من 2016 لحد 2017 في كل اجراءات التنازل عن الارض كان بيتم اعتقال والتنكيل بمعظم الناس اللي رفضت. احنا في حزب الدستور الاول ما بدا مين حتى لعمليه التعديلات الدستوريه كان بدات موجه التنكيل طبعا في الحزب عندنا من اول. فواضح ان ده شيء طبيعي بيحصل في كل حدث مهم في مصر ان احنا بيتم تنكيل المعارضين قبليه وبعده، بحيث ان هو بيشغل المعارضه او بيخوف اكبر عدد ممكن من المعارضين ان هم ما يدوش الموقف السليم او ان هم يبدوا نوع من المقاومه او المعارضه المنظمه زي ما كان الاستاذ خالد كان يعني ان هو يبقى في شكل منظم للمعارضه اكثر. احنا مثلا بدأ الاعتقالات عندنا قبل التعديلات، ده اللي كنت اتكلمت مع حضرتك كده واستاذ جمال سويد واستاذ جمال خالد سويد واستاذ جمال فاضل وهلال المصري وبعدين امين الاعلام احمد الرسام واستاذ رمضان ابو زيد عضو لجنه الاعلام وبعد كده كان رشا عبد الرحمن ومؤخرا امين العمل الجماهيري بالحزب اثناء الاستفتاء واثناء رصد بعض التجاوزات في الاستفتاء تم اعتقاله. نعم. للمحافظه الاجوبيه والى الان هو دلوقتي محبوس طبعا متجدد له 15 يوم ودخل الدوامه بتاعه التجديدات. فهو تقريبا في كل مره بيحصل فيه حدث مهم وبيستدعي ان المعارضه تبين وجهه نظرها او تشرح وجهه نظرها حتى للشعب، هو بيوم بيشغلها بموجه من الاعتقالات. نعم. بحيث ان يمنعها انها تبدي اي نوع من الى اي مدى هذا نعم الى اي مدى هذا النهج سيسمح للمعارضه اليوم في مصر باستجماع قواها وتوحيد الصف ووضع استراتيجيات لمجابهه هذا التعسف؟ هل سيسمح لهذا الوضع بلملمه ربما اشلائها؟ طبعا ده بيخلي عمليه الشغل او انت توصل رايك للناس بيبقى اصعب، لكن برضه ده بيستوجب علينا احنا كمعارضه ان احنا نبتدي نغير من الاساليب المعتاده اللي بتواجه بالتنكيل وبتواجه بان احنا بيتم اعتقال الاعضاء عندنا. يعني احنا اول حاجه بيفكرنا فيها بعد النتيجه اللي حصلت في التعديلات الدستوريه وبعد ما اتقال يعني او اعترفوا ان على الاقل في 3 مليون رافضين للوضع ده ورافضين ان مصر مستقبلها يكمل بالشكل ده، فكان اول حاجه لينا ان احنا نبتدي نفكر ازاي الناس الرغبه دي نقدر نعبر عن صوتها. اولا ان احنا نعد برامج لحلول ازمات المشاكل اللي في مصر. رقم واحد ده واجب المعارضه انها تقدم بديل في حته كل مشكله النظام عجز قدامها وعرض مستقبل المواطنين فيها للخطر لعجزه عن تفاديها او حمايته منها، واجب على المعارضه انها تقدم بديل بحيث ما احنا معارضه بس احنا مجرد باعتراض. واعتقد ان معظم الناس حتى في الشارع العادي لما بيطلبوا ان يبقى في معارضه بيقولوا هو في معارضه في مصر، مش بيبقى قصدهم ان يبقى في ناس بتعترض في مصر، بالعكس ان في ناس تقدم لهم البديل والناس تقدم لهم حلول للمشاكل اللي بتعجز الحكومات المتعاقبه من اول يمكن ايام مبارك لحد النهارده انها تحلها. رقم اثنين ان احنا بنشتغل دلوقتي على اعداد كوادر سواء جوه الحزب حتى او من الناس اللي مش في الحزب، هنبتدي نجهزهم ان هم يبتدوا يحلوا مشاكل الناس يبقوا مؤهلين يخوضوا الاستحقاقات القادمه. طالما عدد الرافضين زاد لازم يجدوا من يعبر عنهم. نعم. احنا يعني ضيعنا كل المجهود اللي حصل تفاهم زملائنا سواء من جوه الحزب او بره الحزب اللي اعترضوا على التعديلات الدستوريه وبيدفعوا ده ثمن، بيدفعوا ثمن حريتهم يعني ان هم عبدوا موقفهم ده. نعم. ده حاجه اقول برضه بس عايز كنت عايز الفت نظر الناس لحاجه اللي برضه من اتكلمت مع حضرتك من فتره طويله كنت بتكلمها ان في ناس ممنوع عنهم الزياره في سجن برج العرب. النهارده عدى اكثر من شهرين والناس دي لسه برضه ممنوع عنهم الزياره، بل من يوم 15 ابريل اللي فات حتى اتمنع عنهم الترايد. نعم. طبعا مش محتاج اقول لحضرتك ان كلهم متوافرين التعديلات الدستوريه او اعتقدوا على خلفيه التعديلات الدستوريه من اول يوم. إذن الأوضاع تزداد سوءا في سجن العقرب. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ وليد برج العرب. أشكرك وليد العماري المتحدث باسم حزب الدستور. أعود لك أستاذ خالد، يعني تقول حضرتك بأنه
ربما لن تشكل المعارضة هذا الخطر المتخيل من قبل السلطة، ولكن اليوم طروحات كثيرة باتت تقدم. سمعنا الآن من الأستاذ وليد المعماري بعض النقاط. كنت أيضا قرأت مقال قبل بضعة أيام للدكتور عز الدين شكري فشير، تقدم أيضا بنفس الطروحات أو طروحات مشابهة، ألا وهي العمل ليس في صلب المعارضة بقدر ما هو العمل حول السلطة اليوم من خلال تقديم البدائل، تقديم الرؤى المختلفة، تحضير الكوادر لملء الفراغات. إلى أي مدى توافق على هذه الاستراتيجية؟ أنا مبدئيا مجهود عظيم في ظل التنكيل اللي حاصل بشباب الأحزاب على وجه التحديد حزب الدستور والكرامة والتيار الشعبي وغيرها من الأحزاب، يعني اللي قادرين لحد النهاردة يصمدوا ويدفعوا الثمن في معارضة السيسي. الحاجة التانية، أي مبادرات للمعارضة سواء في الداخل أو في الخارج بتدافع عن أهمية وجود معارضة موحدة ضد السلطة في مصر النهاردة، أنا في الأغلب برحب بيها يعني. وبشوف إن ولكن عن 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 فكرة هي ليست بالضبط يعني الإصلاح من الداخل، ولكن الإصلاح حول المشكلة بدل من المعارضة المباشرة، بدل من تقديم نفسي أنا معارض أنا ضدك أنا عندي هذه الشعارات، أن نحاول العمل على خلق البدائل. أنا في الحقيقة بشوف فكرة المناقشة حوالين خلق البدائل دي وجهة نظر السلطة، ده خداع أيديولوجي بتمارسه السلطة على الناس عشان تقول لهم المعارضة ما عندهاش بدائل. احنا على سبيل المثال الحصري لو جبنا البرامج الانتخابية للمرشحين الرئاسة على سبيل المثال ابو الفتوح وحمدين صباحي وخالد علي مع حفظ الالقاب، هنلاقي فيهم حلول لكتير من المشاكل اللي موجودة في مصر، وهنلاقي فيهم بدائل مختلفة متنوعة لكتير من الازمات اللي بتواجه البلد. فكرة طول الوقت انه مفيش بديل، انا رايي ان ده خداع ايديولوجي. لا، هو في بديل يا استاذ خالد. المقصود بهذا الطرح، الحاجه الثانيه انا بس اوضح، المقصود بهذا الطرح انه هو بدل من الصراع المباشر اليوم مع السلطه، لانك لا تمتلك ادوات التفوق بهذا الصراع. انا في رايي انه طول الوقت المعارضه في اي بلد في الدنيا ما عندهاش ادوات تفوق على السلطة، بس أنا في رأيي أن السلطة اللي بيقودها النهاردة عبد الفتاح السيسي ولا عايزة معاها صراع مباشر ولا عايزة صراع غير مباشر، هي رافضة وجود معارضة في البلد، عايزة إعلام الصوت الواحد، عايزة صحافة الصوت الواحد، فرافضة فكرة الصراع من أساسه سواء مباشر أو غير مباشر. ورأيي أنه الفكرة الأساسية اللي بتدور في ذهني هو وجود معارضة موحدة من القوى المدنية، من القوى اللي بتنتمي لتيار الديمقراطي الجذري، بتتناقش حوالين فكرة إنهاء سيطرة العسكريين على الحكم في مصر، إنهاء الجمهورية الأولى حتى لو والشروع كان من خلال الصدام والشروع في جمهورية تانية أكيد بطرق سلمية يا أستاذة. ما هو هذا النظام؟ هل ترك أمام هذا الطرح الذي تتفضل به يا أستاذ خالد، هل السلطة الحالية والنظام الحالي سيسمح بهذا التغيير الجذري دون صراع برأيك؟ أكيد السلطة في مصر النهاردة مش هتسمح بأي معارضة زي ما أنا قلت من حوالي 5 دقايق، لكن في نفس الوقت ده ما يخليناش نبطل المحاولات في إطار السعي لإنهاء وجود السلطة العسكرية في مصر، لإنهاء وجود الحكم العسكري في مصر، ومحاولات لوجود جمهورية تانية في البلد. مفيش سلطة بتسمح زي سلطة عبد الفتاح السيسي جاية بانقلاب عسكري دموي بالدبابة على وجه التحديد، يعني في السلطة بتسمح انها زي كده انها هيتم معارضتها على وجه السرعة، خصوصا بعد نتائج الاستفتاء الأخيرة اللي بتشاور وبتقول انه لسه في روح ولسه في نفس ولسه في مئات الآلاف بأرقام السلطة، مئات الآلاف من المصريين رافضين السلطة دي تبقى موجودة ومكملة بمصر لحد 2030.
نعم. بالحديث عن المبادرات، ذكرت حضرتك بأنه هذه المبادرات لا يجب أن تتوقف أبدا، وهذا يحيلنا إلى النقاش المحتدم في اليومين الأخيرين في مصر حول مفهومي معارضة الداخل ومعارضة الخارج. ويجب أن أنوه في هذا السياق بأنه السيد جورج إسحاق قد كتب على صفحته الرسمية اليوم اعتذار عن ما بدر منه فيما يتعلق بمعارضة الخارج ومعارضة الداخل، وتوجه باعتذار لكل من أذاهم هذا التعليق من قبله، رغم أنه في ختام منشوره ذاك شدد مرة أخرى على أنه شخصيا يرى بأن المعارضة يجب أن تكون دائما من الداخل. بين هذا الجدل برأيك، هل يجب أن نتكلم أصلا عن فرق بين معارضة الداخل ومعارضة الخارج أستاذ خالد، وكيف يمكن إيجاد الصلات بينها بين من هم في الشتات اليوم ولا يستطيعون العودة ومن هم في الداخل؟ أنا رأيي أنه كمان الفكرة بتاعت مناقشة المعارضة من الداخل والمعارضة من الخارج دي فكرة دولتية بالأساس، بمعنى أن نخبة الحكم ومثقفيها هي اللي بتفرض المناقشة دي. وفي مصر تاريخيا قبل 52 ده ما كانش موجود. محمد فريد ومصطفى كامل وسعد زغلول احنا درسنا في الكتب يعني بشكل مبسط جدا ان هم كانوا جزء من نضالهم الاساسي ان هم يضغطوا على الاحتلال من خلال خطاب الخارج يعني. أنا في رأيي أن فكرة المعارضة في الخارج دي ما جاتش إلا بعد 52، وتحديدا جات في السبعينات. أول حد اتكلم عن المهجر بشكل علني كان السادات، وبعدين بقت تهمة، ومع الوقت نجحت نخبة الحكم أنها تسرب دوت لمثقفين المصريين. ورأيي أن دي أكبر تغريبة حصلت للمصريين خلال كل السنوات اللي فاتت. ناس من طيارات مختلفة وبينتموا لرؤى وثقافات مختلفة أجبروا على الخروج لأسباب كتير. السبب الأساسي هو الحكم الاستبدادي العسكري اللي موجود في مصر. محدش يقدر يطلب منهم ان هم يسكتوا في رأيي الشخصي، وهم كمان ما قدروش يفرضوا وجهة نظرهم على الآخر. ورأيي أنه في ظل التنكيل الأمني الكبير اللي حاصل بالمعارضة في الداخل، يقدر اللي موجودين برا مصر يكونوا صوت واضح ومحدد للتعبير عن رفض السلطة في مصر. ورأيي أنه يعني أقرب مثال النشاط المهم اللي عمله خالد أبو النجا وعمله عمرو واكد في معركة الاستفتاء. أنا رأيي أنه كان خطاب ناضج وموفق وواضح الأهداف، وحقق نجاح عالي جدا خلال الأربع أسابيع اللي فاتوا يمكن. أما فيما له علاقة بالمبادرات، أنا رأيي أنه أغلب المبادرات بتحمل نوايا حسنة في المجمل، لكن حتى هذه اللحظة على المستوى السياسي ما حصلش مبادرة تقدر تجمع المؤمنين بدولة مدنية في مصر. وتكون أشكرك على هذه الإشارة، لأنه ستحيلنا إلى هذا المحور في نقاشنا حول دور الإخوان المسلمين اليوم، وعلى ما يبدو بأنه حتى الإخوان المسلمين لم يعودوا اليوم على قلب رجل واحد، ولا بياناتهم السياسية تعبر عن فكرة واحدة. إلى أي مدى توافق على تلك المبادرات التي تشمل قيادات الإخوان المسلمين والتنظيم بحد ذاته، وهل برأيك يجب أن تكون عودة الإخوان المسلمين كمان مرة إلى المشهد السياسي من خلال هذا النوع من المبادرات التي تقوم بها عادة التيارات المدنية؟ أنا في رأيي أنه إحنا بقالنا حوالي يمكن 4-5 سنين المبادرات دي اللي أنا لسه مصر أنها نواياها حسنة جداً بتتكرر بلا طائل، وبتهيألي بنفس الأسماء اللي موجودة في الخارج، بتتغير شوية الأسماء اللي موجودة في الداخل. فيما لا علاقة بالإخوان المسلمين،
أنا في الحقيقة بشوف إن المناقشة قد تبدو سطحية لما الناس تقول إنه الإخوان خانونا أو الإخوان باعونا، فإحنا مش لازم نبقى بنتحالف أو ما بنتحالفش. الإخوان في أماكن كتير في العالم وصلوا للسلطة أو كانوا جزء من السلطة، وهم عملوا موائمات واتفاقات مع أجزاء من المعارضة أو أجزاء أو أطراف من السلطة، زي تركيا، زي تونس، زي المغرب، ودول تانية مختلفة. في الحقيقة الإخوان في الأماكن دي نجحوا في التأقلم مع الخطاب المدني العلماني، ماذا عن مصر؟ نجحوا في قبول التقاليد والأعراف اللي بيتم تداول سلمي فيها للسلطة. في مصر في الحقيقة كانوا مفاجأة عظيمة، أبرزوا الطابع الهويات الرجع الطائفي لمشروعهم، وكان هو مركز الحركة بالنسبة لهم. قلبوا المعركة في وهي لسه في بدايتها، يعني من معركة ضد الاستبداد السياسي ومع عدالة اجتماعية حقيقية، لمعركة طائفية على الهوية وعلى الشريعة. وفي الحقيقة ده ما حصلش في أي مكان تاني للأسف الشديد. مصر أكبر بلد في الشرق الأوسط وأكبر جماعة موجودة. فهل توافق على هذه المبادرات من التيارات المدنية التي يراها البعض بمثابة حصان طروادة لإعادة إدخال الإخوان المسلمين في مصر اليوم إلى المشهد السياسي؟ أنا في رأيي إذا لم يظهر داخل التيار الإسلامي وفي القلب منه جماعة الإخوان المسلمين تيار ديمقراطي عنده مواقف تقدمية من المرأة، عنده مواقف تقدمية من الأقباط، رافض للعنف الفردي والجماعي، بينتقد قيادات الجماعة وقراراتها على مدار السنوات اللي فاتت، يبقى لا طائل من الجلوس مع الإخوان المسلمين النهاردة. ده لا يجب إطلاقا على الرفض الكامل لإقصائهم، ده لا يجب إطلاقا على الرفض الكامل للمحاكمات السياسية الفاسدة، ده لا يجب إطلاقا على الإعدامات اللي بالجملة أو القتل خارج القانون أو التنكيل بشباب الإخوان المسلمين. التباين السياسي في جماعة الإخوان المسلمين في أجنحتها اليوم يعني ظهر جليا في فترة الاستفتاء، ما بين من دعوا إلى المقاطعة وآخرون تيار آخر دعا للمشاركة بلا، وأيضا خرجت رسالة تقول بأنه دعونا نتكاتف، من قاطعوا، من قالوا لا، ومن أبطلوا أصواتهم، دعونا نتكاتف ونشكل اليوم تيارا موحدا لمواجهة السلطات في مصر. هل حتى أصحاب هذا الخطاب برأيك يحملون اليوم ما يطمئن التيار المدني لاستيعاب خطابهم، أو هم يستوعبون خطاب التيار المدني؟ أنا بيتهيالي إنه بدايات الخلاف داخل جماعة الإخوان في 2014 ما كانش ليه علاقة قوي بمراجعات داخل التنظيم، كان ليه علاقة بإنه في جماعة شايفة إن التنظيم ما كانش حاسم، ما كانش راديكالي، وما كانش عنيف بالدرجة الكفاية، وفي جماعة شايفة إنه إحنا داخلين في فترة طويلة تشبه فترة الخمسينات والستينات، تتطلب انتظار وصبر لحد ما المستقبل يحمل لنا آمالا سعيدة يعني. ورأيي إنه في طرف حسم الموضوع لصالحه، لأنه أكتر خبرة يمكن، بس كمان لأنه معاه التمويل وضغط بسلاح التمويل في حسم الصراع ده. رأيي إنه وجود أفراد كانوا محسوبين على الطرف الأولاني اللي أنا اتكلمت عنه، عندهم رؤية واضحة لرفض العنف، عندهم خطاب بيقبل الآخر ومنفتح ومش عصباوي، أنا رأيي مفيش مشكلة في التفاعل معاهم. بس كمان دول أفراد بالحقيقة، دول مش جماعة الإخوان. لا جماعة يمكن الإخوان أن حاجة يشكلوا تانية كيانا، أن طبعا. تتحدث بشكل فردي عن حالات فردية. أشكرك جزيل الشكر أستاذ خالد السيد الباحث السياسي على حضورك معنا هذه الليلة. كل الشكر لكم مشاهدينا على المتابعة، تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء. شرفتنا أستاذ خالد.